إن اللغة العربية واحدة من أقدم وأشهر اللغات العابرة للحدود حول العالم وأكثرها انتشاراً، ولها أهمية بالغة عند المسلمين وغيرهم الذين بلغوا أكثر من 1,600,000,000 شخص حول العالم. ومن هنا قام مركز فجر للغة العربية بوضع حجر الأساس لأول مكان في مصر والشرق الأوسط يهدف إلى تعليم اللغة العربية وعلومها لغير الناطقين بها، تعريف غير العرب بالثقافة العربية الصحيحة، إيجاد مرجعية دولية لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية. فمنذ عام 1995 حتى عام 2016 تخرج من مركز فجر ما يزيد عن 35,000 طالب وطالبة. متوسط عدد الطلاب في السنة الواحدة 2,100 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات، والتي بلغت أكثر من 77 جنسية من مختلف قارات العالم. عدد الدورات في السنة الواحدة 20 دورة، للمركز 4 أفرع تضم 60 فصلا دراسيا. عضوية المركز: تم خضوع المركز لإشراف وزارة التربية والتعليم المصرية. تم ضم المركز كعضو مراقب بكل من المجلس العالمي للدعوة والإغاثة الإسلامية، جمعية لسان العرب، الاتحاد العالمي للمدارس الإسلامية والعربية الدولية. اعتمادات المركز: تم اعتماد ساعات المركز الدراسية في كثير من الجامعات الأمريكية والأوروبية وبعض المؤسسات الدولية وبعض وزارات التعليم الأوروبية. شركاء النجاح: العديد من الجامعات الأوروبية والأمريكية، مؤسسة الوقف الخيرية، مؤسسة العربية للجميع، المركز الإسلامي الدولي بنيجيريا، اللجنة السعودية المشتركة، الندوة العالمية لشباب العالم الإسلامي. البرامج التعليمية وتنقسم إلى 5 أقسام: برنامج اللغة العربية الفصحى، برنامج تدريب معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، برنامج العامية المصرية، البرامج المتقدمة، البرامج المتخصصة. خدمات المركز: خدمة التسكين، خدمات استقبال وتوديع الطلاب، خدمة الانتقالات اليومية، الخدمات السياحية والترفيهية، الخدمات الصحية والرياضية. وللمركز رسالة يحملها للعالم أجمع: لنكون أفضل من يعلم العربية وعلومها بسهولة وسرعة وإتقان، لنكسر حاجز اللغة بين الثقافات، لمستقبل سيتكلم فيه العالم باللغة العربية.